اتجهنا للبلد. اليوم نتكلم عن الافران القديمه في الطائف. ومن الافران القديمه في الطائف اللي هو فرن المقبل عم عبد الله. اليوم كانوا في زقاق الفتات داخل السور، وانتقلوا بعدين الى الموقع هذا تقريبا فوق قريب 50 عام هنا في التسعينات الهجرية، وانتقلوا بنى مع عبد الله هذا المخبز، والآن غازي ولده فيه، وحنسوي لقاء معه ونشوف ويعطينا كل شيء. صبحك الله بالخير أبو عبد الله. صبحك الله بالنور والسرور. أنا عاد إحنا في سن بعض تقريبا. تقريبا بعض. وأتذكر أنا حطة في الوطرة زمان، لها حطة معينة في طفولتنا. الحين أسويها وأنا طالع. عشان ما حنسويها. أبو عبد الله إيش ذكرياتك يعني أبوك أول ما أسس المخبز فين؟ ودخل الصنعة كيف؟ أول من دخل الصنعة عمي علي. علي المقدلي. علي من؟ علي بن من؟ علي بن مسعود. بن مسعود. إيه. وقعد فيها، بعدين جاء عمي عمر بعده. تعلمها كيف؟ تعلمها مع الكعكية. مع الكعكية. مع الكعكية. عاد أم شيوخ. أيوة قديم الكلام ذا، فين أيام كان الطايف ما فيها ما في فرادة. إيه. وبعدين تعلمها من عمي عمر. إيه. اللي بعد علي. اللي بعد علي. إيه. وبعدين سواله فرن في الشرقية في شارع عكاظ. عمك عمر. أيوة. وعلي خلاص بطل الفرانه. ايه. وتعلمها حد ابويا برضو منهم. ايه. ويوم جاء الهدد حق وسط البلد، تنظيم اللي جاء وسط البلد ده اسوي. ايه. جاء ابويا واخذ الارض هذه. الارض هذه. ايه. عام يمكن عام 1389. ايه. في السلامه في الشبيه. في الشبيه يعني. وعمرها وسواها فرن، واسسوا على اساس انه فرن. فرن. ايه. شو بيت سكن فوق؟ فوق سكن له فرن. ايه. احنا بالضبط انتقلنا عام 1392 هنا. هنا. أيوة. فين؟ من السوق. من زقاق الفتات. لا مو من زقاق الفتات. بيت القطان اللي كان فرحة القزاز. اللي فوقه اللي كان تحته الكبدة والزمزمي وكان تحته أبو الطيب حق العصيرات. حق العصيرات. اللي دحين ساحة فاضي. اللي دحين سكن فيه. سكنتوا فيه كم سنة سكن فيه؟ والله من سنتين. ماشي. نحن وعمي لأنه هدوا بيت البلد. أيوة. وبيت أنا ما غلق هنا. قلت ولين تعمر. أنا غلق البيت وسكننا هناك. والله شغلة هذا البيت ما شاء الله قاعد كل الناس يسكنوا فيه الين يغلق عمارتهم. برضو نفس الطريقة نايف حدايد يقول أبوه عنده لما نهدوا سكنوا في نفس كبير من أهل الطائف سكنوا فيه. سكنوا قريب وكبير. بعدين جينا هنا وسكننا عادي. عام 1392. 1992. وطبعا فرن اشتغل الفرن أكثر العمالة. ما في أبويا ومعايا ثلاثة يومنا بس ما كان في عمالة ولا كان في استقدام. لسه المصريين لسه. بعدين عاد أول ما فتح الاستقدام وجاب المصريين أبويا هنا. أيه. من أول الاستقدامات من عام 1395. أيه. بنفس المساحة هذه. بنفس المساحة دي. واشتغل عاد في الصنعة دي ومسكناها نحن. أيه. أنا لين دحين في الصنعة دي. إيش يعني الأشياء الجميلة في الصنعة هذه؟ أنت صاحب صنعة تربيت فيها وشغال فيها. وش الأشياء يعني الأشياء اللي يبغى الشخص يراعيها فيها عشان إيش الأشياء اللي جدت وتعبتها شوية خلت الناس بعض الأحيان يعني ادينا كده إيجابيات والسلبيات. إيجابياتها مثلاً. إيجابياتها هي صنعة قديمة وفي ناس ما يأخذ عيش إلا من الفرن يومي. أنا عندي زباين أبوه والولد دحين ما يأكل من الثلاجة. مرة الثلاجة دي ما يعرفها لازم يجي وبالقفة القصة اللي كان يسويها خاصة لوحده ولا لوحده يجي. لا يجي يأخذ العيش كله الظهر. إيه لليوم. السلبيات انه دحين صارت المخابز يعني وممكن ان شاء الله يتعدى الوضع كانت كلها في يد ما هم السعوديين اجانب. ايه. وتعرف المخبز ده رزقه بركه هو وصنعته امانه. امانه. امانه لانه الف بيت ياكل من عندك. تختار المونه اللي تختارها لازم تكون مونه نظيفه، بضاعتك نظيفه، الزبون ياخذ من عندك الحاجه تقعد عنده في البيت لانه انت بتسوي شابوره، الشابوره بلدي حقتنا. في ناس يبغى ياخذها يقول لك حطها انا عندي ابغاها تقعد شهر زي مثلا الناس في جده. لما يفك العلبه ما يلقى فيها زنخه. خامه الزيت الخامات وهي دخلوا عليها دحين. انا اسمع يقولوا في شابوره بالزبده. ما في شيء اسمه شابوره بالزبده. عجيب. كيف تجي شابوره بالزبده؟ انت لو حطيت الزبده دحين في اي حاجه شوف البتيفورات لما تاخذها من عند تلاقيها تسيح في الكرتون اسفل. نعم. كيف تجي الشابوره بالزبده؟ والناس يقول لي شابوره بالزبده انا يجوني ناس يقولوا ما في شيء اسمه شابوره بالزبده. في بسكوتات بالزبده. يعني بالسمن هم يقولوا بالسمن شوكه وملعقه. ايه. يعني مين زبده؟ لا ما في زبده، زبده انا والله ما اتصور، انا ما اشتغلتها. ايه. وسويناها مره وساحت. ايه.
اختلفت الفرانه الحين ما عاد يزي يعني صار ايش يتعب الفرانه العماله الحين مشدده عماله مشاكل عماله ما فيش ما في توفر عماله وما في إيه. واذا كان المخبز صاحبه مو قاعد فيهم يعني ماسكه خلاص فشل لان عمر العامل ما بيعطيك زي ما بتعطي انت الناس وهي العماله هي تعبتنا والله انها في الصالح العام بالنسبه لي انا إيه. يعني زمان كانت العمال متوفرة والمخابز وكل يشتغل حتى في الاستراحات مسوي فرن ويخبز ويوزع على المطاعم والبقالات إيه الحين حتى المطعم لازم يجيب من مخبز معروف أيه. حتى لو جاتوا البلدية لو جيوا من فين من مخبز فلان وهذه طرف الصالح نعم وأحسن كل ما خفت العمالة كل ما كشفت البلد وعرفنا هذا حق يعني البلد ماشي كيف زي أول زي أول زي ما كنتوا أول ما نعرف المخابز ما في مخابز إيش تذكر زي أول من كان المخابز مع أبوك عم عمر عامر إيه كان عمي عمر في الشرقية إيه صالح الأصمع إيه أصمع في شهار كان وكان في السليمانية أيوه حاسن الذيب حاسن عيش حاسن عيش أيه حاسن أيه. ما حاسن ياخذ من مسعود وحاسن ياخذ عيش مسعود برضو عيش مسعود من درباس من درباس برضو كان والصيرة فيا ايه الحين حسن حدايدي عاد هذول كلهم قدوا أيه. ما استمروا في الصنعة والكشميري العاد الكشميري عاد هو هذا اللي ايه ما شاء الله عم ابراهيم عم حسين نعم الحين ما عاد بقينا الاولين احد بالنسبة للعمالة الحين الآلي هذا ما يريح يعني والله كنتوا ما شاء الله قاعدين على البلدي ما كنت ما حاولتوا زبون ما في زباين ما يبغى الآلي ما يبغى الآلي ما يبغى الآلي يقول لك ما ابغى العيش بلدي وعيش طابونه انت تعرف انه باقي ناس الحين يجيبوا لوح الى الان الى الان يعني في ناس قليل نهل البلد القدم يسوي دائما ولا لا كذا اذا شهر يشتهي بعد شهر بعد تلاقي جايب له 5-6 اقراص والدوت مغطى كانوا زمان بالسرع ايوه الحنينه الحنينه حقت الخباز وواحده حقت الولد اللي يجيب العيش أيوة. اول كانوا كيف اول كان الفران ما عنده الدقيق والانتاج ده كانت الحرمه تحط اللوح على الباب أيوة. وتجي انت متعدي تصف ولا هياخذ اللوح ودي يخبز ويجيبه انت تلقى حنينه صغيره حنينتين واحده للي يودي اللوح ياكله هو جاي واحده للفران يذوق عيشه طبعا ابو عبد الله انت لحقت الفران متعب صنعه متعب يعني خاصة زمالة مكيفات تعب الأعمال يعني كله يدوي وصعبة وكان قليل المخابز والطلب كثير فلازم ينتج وعلى يشتغل زي 24 ساعة فمجهدة وخاصة في مواسم أظن في مواسم تتعبوا فيها كانت كانت مواسم الحجة أول كنا ننزل عيش مكة تتعبوا أيوه عيش إنتاج كبير والأعمال تشتغل 24 ساعة الحين خلاص مكة كلها مخابز وكلها الحين بالنسبة للفران بالذات المخابز البلدي اللي زينا ذي موسمهم وقت المدارس افضل من الصيفيه لانه الصيف يطلع برا وكله لكن اهل البلد هم اللي يعرفوا محل المخبز الشوابين ويعني بعد هي المواسم الاولى كان اول ابو عبد الله يوم يشوفوا السقه في الصيف يغبطوه يقول ما شاء الله شوف المويه عليه إيه. والفران في الشتاء يقول لك الدفا يقول لك انت في الشتاء صاحب الفران إيه. ليه عنده الدفا وعنده القرص وعنده إيه. وفي الصيف صاحب السقة عنده الموية والبلبلة والبرود والبرود مستمرين على عندكم فروع ثانية ولا لا والله بس هذا فرعنا ومستمرين فيه انتم مشهورين يعني انا ابن الطائف وهذا فاعل اول من سوى الفطير انتم ولا لا نحن. صح يعني حتى قبل مخبز هذي قبل اول من سوى ايه. كان مخبزي في الشارع العام ذا حق الأمانة ايه. قدام المحطة ايه قدام المحطة ايه. ايه. كان المخبز هناك هذا قديم عام 1402 1403 واستمرينا وخذ الجو حتى هنا في المكان هذا حتى هنا من يوم ما نقلت من هناك جيت هنا ايه. ونحن أشكل زباين على الفطير هنا يعني كثير زباين الصبح ايه. بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر كثير زبايننا كلهم من أهل الطائف القدم احنا نجي ناخذ من جدة بالخمسين قرص ومن جدة برضو نوزع ونحط في الفريزر واستمرينا في الفطير يعني ما شاء الله اليوم 50 سنة في لا كم نحن في 42 40 سنة تقريبا 38 سنة من بعد عم حميد الغرياني من الصدفة الحلوة عم حميد كان يسوي هو أول من سواه عم حميد قبلكم ولا حد سواه اللي عم حميد لأنه ما كان يبيع إلا خفيف ويخبز عيش البيت ويخبز عيش البيت بس إيه؟ ويسوي الفطير ويسوي الفطير قبلكم عم حميد قبل أنا بكثير يمكن قبل الأخلاق أنا ممتاز
وجاني عند ميت مرة هنا بعد ما بطل الصنعة الله يرحمه. إيه؟ لا لا إيه؟ جاني هنا وفي واحد كان يسألني زبون الفطير هذا يقول لي أنتم من فين جبتوا؟ أنا ما شفته لا في جدة ولا في مكة حتى في الطائف يعني قليل المخابز اللي تسويه إلا عم حميد واقف هنا. قلت هيا تصدق من الصدفة قال لي قلت شوف الرجال اللي في السيارة دي كان معه سيارة صغيرة خضراء شوفوا هذا عم حميد اللي اخترع الفطيرة في الطائف طيب. كيف قلت هذا هو الله يرحمه يا فلوس هو أول سوا عم حميد رحمة الله عليه كان فرنه كذا نظيف هو نظيف وما في اللي هو ولد بلد تعرف ولد البلد يحافظ على الحظ غير العمالة خفت 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 خير لما يكون تجي تلقى الواحد قاعد في الحلو زي لما تجي تلقى العامل قاعد الحين كمان في اول العيش لما تاخذه في قرطاس ايوه غير لما تاخذه في كيس ايوه هو كان كلها قراطيس بيض ايوه اظن رجعته دحين القراطيس شوف الا في الكاس قراطيس الورق الورق هذه الورق احسن من ال افضل من النايلون بس اذا برد العيش لازم يحطه في النايلون ايوه اذا برد يزبط إيه خلاص يقعد يحط حتى لو حطه في ما ينشف لو حطه في الثلاجه إيه ما ينشف هذه ناخذ جوله على الفرن شوابير من العرض هنا عاد محل الخبز هذا الطوابير القديمه هذه تعرف عن صلاح هذا هو الفطير عشان الزباين يعرفوا هذا الفطير عاد الحين ما شاء الله شوف هذا الفطير هذا الفطير ما شاء الله ايوه هذا من الصبح هذا من الصبح ايوه خلاص 9 احنا نوقف بعد نشتغل وفي العصر بعد المغرب بعد المغرب بعد المغرب للعشاء هذا طبعا طابون هالي هذا طابونا عليه ايش؟ هذا الخبيز العيش. الحين العيش ما عاد نخبز هنا. ايه. جبنا السهل. ايه. لكن كله هو يدوي بلدي بس هو الخبيز عشان العماله. الخبز ايه. عماله ما في. ايه. وين الجناحين؟ وهذا المحجن. المعجن. ايه. هذا المعلم عافاك الله. الله يعطيك العافيه. تقطيع هنا؟ كله خلاص يدوي شغلنا. ايه ايه. هنا عجل وهنا تقطيع. كله تقطيع هذا ايوه هنا دقيق خلاص هنا والفرد فين؟ الفرد شوف هنا هذه الماكينه ايوه هذه ماكينه الفرد هنا التقطيع للفرد مقابل عجل وخلاص على الله ولا زلتوا على الخشب القديم والشغل ايوه هذا مين كان يسوي لكم اياه؟ كان يسويه عم علي جداوي تعرفه؟ لا فين؟ انا اقول لك فين شفت عماره جنيده؟ بيت جنيده اللي ايوه ايوه جنب بيت المال اذا تعديته ما في عبد الله بسواده؟ ايوه ما كان جنبه واحد شيب عم علي يسوي الدوافير والسبا إيه إيه إيه. هو عم علي كان يسوي الدوافير ويسوي هذا الخشب دحين ما عاد فيه دحين واحد فلسطيني في الشارع يسويها ويسوي معاه الهواري ولا بس هذه؟ لا خلاص هواري ما عاد كانوا يسوي الهواري معاه إيه إيه. لانه نفس التدبيره حقت الهواري إيه. الحديد اي نفس اي بس دحين الهواري ممكن اي إيه. اقول لك يعني اول اي اي نفسها هي ايش ميزتها عن ال عن ال هذه ايش ميزتها عن الصواني الخشب؟ الخشب يقدر يعني يرتاح القرص فيه إيه. هناك لما يكون الألمنيوم القرص يمسك ما عاد يرتاح ما عاد يفرد ما عاد يريح ايه. لكن الخشب بالعكس الخشب متنسم هم قالوا البلدية غيروها كلها سلستيل ايه. قلنا يا ابويا بمكة حر جدة حر يخمر العيش بسرعة نحن الطايب بارد في الشتاء ما يخمر العيش ما يخمر فيحطوه في الخشب والخشب أحلى وأنظف من السلستيل ايه. والشوابير اللي عندك ايش؟ عندي شابورة دهن دخل وزيت زيتون وشابورتنا البلدي بسمي شوكه من العبن الكيكه القديمه رقم عاد سووها لا خلاص يضحكوا علينا فيها لا ما اوكي هذا البلوك بس عاد كانوا الناس يفرحوا عشان السكر زياده ايوه الله يعطيك العافيه يا مرحبا الله يرضيك اولادك يجوا يشتغلوا في المحل؟ تعلموا زي ما تعلمت انت؟ انا اولادي ما شاء الله تبارك الله عندي بنتين ما شاء الله دكاتره ما شاء الله يعني واحدة معيدة في الجامعة ماشي وكلهم بنات الحمد لله ما خير بركة ذولي ذولي البركة الله يحفظك وكلهم في الجامعات خلاص عيال أنا ما عاد يبغوا ومحمد أخويا ما عاد يبغى خلاص راح جدة و... الله يعينك الله يعطيك العافية يحفظك في شارع هدية وداخلين على سباق الفتات هذا سباق الفتات هنا كان موقع مخبز المقدلي سباق الفتات الزقاق الفاصل بين حارة أسفل وحارة فوق وهنا وقف المقدلي في هذا المكان كان مخبز المقدلي قبل ما يدقل للسلامة الشيخ